بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سورة البقرة أيام كل حجرني قيبتي الله سبحانه وتعالى وكذو الرمي الإنفاق في سبيل الله وحبحنت وإلهي جدك سوح لقبحي أيام كل حجرني مرك وحن صو أرجني هل مثل يتصالع والله سبحانه وتعالى أو نسيي أو مثل كاسنا ذاتك مرائين تاء منافقين تاء استتصو ذاتك كسافسا أو يعني مركي ذاتك استتصو يارنا الله يوم الآخر منا أنا الحساب تقدر سنين وإلهي درتي أنا نبحينين ذاتكاس مثل كودي تسالكو دي الله وحوم نوغسو الشيغي قف أمليي ميل دقحا وعيد كرسارا تهيري إن ماركتي هبير أو بيرتو إن أي وحوغسو دالان أيان وبير هي مارتي مرأي وصوب مارتي وصوب أحيان قف أمليه أو كلبه لمديان ومركو صدا يالي روب وين انتو كد أي عرضي يوحي أبوركي أو التبا بناك بقي مركو صدا قف كاس وحل آن أصوب أحي يوصل الله أكتيس وحاجر أصوب كل أحيان وحطوابه كهليه مجلته مدر في كوبات يتصالي كوبات كاس أيوها أو درسي نحليها مثلك اللباد وأيضا تصالح اللباد وهي تصالح اللباد إذا أن حذب سوى شيئا وذكى إلهي درتي سبحانه وتعالى وحديبه ابتغاء مرضات الله أي وحب حيان المن والأذان كمد بجيان رياء استطس وحوء مب حيان نوع سلاسة قصد فوضه وحوي الله كليه إنه كرى بالنغلي وحديبان ذكاس صدق ذو مقبولة وأنا مضاعفة هو لولا باللابا أرنتاس أيام أركينا مثل كسداسو الله جيدا ومثل الذين هو حال كودي ينفقون بحين أموالهم حوله ذديب ومركي بيبيانا ابتغاء مرضات الله الله راضي أهنشيسا طلب كيد أي طلبيان رضاهاس وبحين يدرتي ابتغاء مرضات الله رضا إلهي الله إنه كرى ذنغضه سببتي أي حولها نبي بيان وتصديقا أي تصديقا رمين أو الله الرميسيهين ومن أنفسهم نفتو لحق كأهاتي وعبي بيه مركا تصديقا يعني علمنا بمعنى تصديقا أي كفسرايا وحيث يعني كلو كفسران تثبيتا أي يقينا تدمارت ربي بوذي يقينيي شيئا أي بحين أيان نصوابين أي كيه اللي ينقرن أيو سداس نولي لهذا ومثلا عبد الله بن عباس با معناها سلبذات يعني تصديقا ويقينا عبد الله بن عباس كفسر أيو تتادوح كفسر أيو وتثبيتا من أنفسهم أي احتسابا من أنفسهم أجر قرشو أو الله إك أجر دونان أيام تردد بأبحنا أيام ومركا وحي لم يتهي يعني ما ركتي يعني حديث كي نبي عليه الصلاة والسلام ويري من صام رمضان إيمانا واحتسابا تاسو كلابي لم عنا تهيويا مركا احتساب هي أجر ويديس شو أو الله إي سؤالنا أيام تردد بأبحنا أيام ذكاس مثل كوذي حال كوذو كمثل جنة كمثل زارع جنة دي مثل كسيدة حلق سوى مرني يعني مثل كهذا اسكم مبتديس النسيليس أنك دقناي إضافة لسنا سوق درنوي كمثل زارع حبة جنة بير من بيرتي أو كلو أبورتي حركي بولم يديهاي أما إنا نرانو يعني كمثل جنة تسيلي دانو دينو نرانو يعني مثل إنفاقهم
نفقدوه أو مثل نفقتهم نفقد وحبحنت أي بحنيان نفقد تسالهه وحويان كمثل جنة دير أو كلبي لم يتهي لبدا وكان حالك سو هذا الني او ايدي مارك انو سو هذا الني مثل الذين ينفقون اموالا في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه هي كسر شيغني مرك وحي لم يديهين كما يعني قف كاس وحي لم يديهي قف بير ابو رقي او كلو لم يديهي بير تاسو يعني الجنه وحالها والبستان بير توين ايا ليراها بستان كلو يقان وبيرها واوين وين بير تاسو وليبا بربوة مير تاكسين أكوتا الله مير سرعيسو مارة كوتا الله وين الربوة وحالي لهذا المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا يعني ارتفاع وآدو سرعيو سرعين آد أما دول آدو سرعيو ما ودول حوضا سرعيو ودول قدك آنان أهين أي بير تاسو كوتا الله بير تاسو أصابها أو كد أي أو أصيبي وابل رب فربضاً أو أصيبي الوابل وحان رمارتي المطر الشديد المطر الكثير هي اللي لهذا رب كفرها بضاً ويا رب وين أو كد أي هاس أو كلا أي مثل كود اللي ديهاي ومركات فآتت يعني أي أخرجت بحسي صوصارتي بيرتي وكلها مرهي لصوصارتي يعني بيرتاس مركي الروكا وينو كسو داي مرهي هذي بي صوصارتي بعفين لبالله أي صوصارتي بعفين مركي اللي هي وبالنسبة إلى غيرها من الجنان بيرها كالمركي الله إيغو ماشي بيرها كالي هل سبولو كسو صارو لبالله أي وحلمين بي صوصاري سا بيرتا يعني كلك مرتفع فيها له فإن لم يصبها خدي أو ننكدئن بارتي وابل روب وين هدو ننكدئن ويسم روب وين أصيب فطل يعني ما أرتوح أصيبي وطلو فطل بأصيب يعني وحلوجة فطل يكفيها إنير طلق وحلي له لا يعني المطر الخفيف لها روب يركع هي طلق اللوجي له ضحاكو كرمركو فسري وحولي الرذات روب كير يركاه مارت طشق اللي يرادو اما مارت طلق آخر هذي واسكم يدوي حطونا الروب وين كد إن حتى او الروب فضد او كد آهي وكف لي حبي صوصا ريسا ناشا بيراها كرمركو الروب نلك كؤهو سيا روب كطلق مركو كد وحسن ساري كريني ينو حبي صوصا ريسا بيرتا سيويا حتى مثل كان تصالها عن دكاس مؤمنين تا إلهي درتي وحب حيه حال كوده يعني أجر كوده سيده أو مضاعف كيه وحب لم يديه يقف بير مكان سري كتها الله بيرتي لأن ملك مركو مرتفع يهي بالإرادة المكان المرتفع مركو يهي وحب كسر رياه يعني وحب كقيمة بدن يهي ملك بيره هو سيقدك كيه الله وحكواناك بدن دارت حوغا سرين سيقول كسر رياه لقى أبوره وحايا الوحي ليهين روكو وكتل بدية أدبو روكو قداء سلا أوصل روكو هو سيئو قدين تن روكو وكو بدية ندى اللغات الرحذي أو أي مارتي أمور كان أوباهنا وحكا حجابا يلا ماركو هديس قد كجرتو وحدعك تبوري إني حجابا مارتي قيدو وويني حجابا وحكا سابعكرو دبايشي أي أوباهنا يكون بحلاي وحكو رستابي ياهي مجرو وكسلا درتين يعني وحويان ويشقي ما بدنتهي بيرت قدك كوتا الله سدا درتي بيرها يعني ما رت أيضا عن لبيت كأهين وحشوا صاري سا مركو روك كده لبلاب كيد بشوا صاري سا خلا بعد هذي الروب يرحتا أو كده أنا لما جربوا أنفع عيساي وحشوا صاري ساويا ما كسيدا بيرت هذي أبرك بدنتهي لا تواب تيسي أجري سنة مضاعف ويا هي أبرك بدنيا هي سدا سلو جيدا فآتت أكلها يعني فآتت أي فأخرجته مرك الروب كبدل أكده فآتت أكلها مرح يلي صوصارتي مرك الأكل وحلوج هذا الثمر الذي يؤكل لي هذا مرح اللعنة ثمارتك وحل لعنة مرح اللعنة
أي أكل كل يرهذاويا. ولذلك يعني عاصم هي ابن عامر هي حمزة كسائي وقراء كمره وحي كافك اللقضة حمزة ملك اللي سوقضة كافك اللي لقضة كما سيدة هذا طبعا آخر منه فآتت أكلها ليراده أكلها ليراده ثلاثة آخرية. أما قراءة نافع هي ابن كثير أبو عمر كافك ويرهبا ووحل آخرية فآتت أكلها أي الآخرية مرك هذا أكلها ترى هذا إيه هذا أكلها ترى هذا واسكو معنى هو مريه يوم بالوجه هذا هو لا بقرأ أنا ولا بقرأ أم تواتر قرن يساوي فإن لم يصبها هدوس كدئين وابن الرب وين هدوس كدئين فطل رب تحتيها أي يكفيها مثل كفلنا أو يحقص صار يسدوك كل رن يسو كابا كفلن ويا والله ألي بصير اللي أرك يوي بما تعملون وحد سمين إيسان وحد عملك نؤويه الله كورقضاء والله بصير بما تعمل بما تعمل والله بما تعملون بصير وحد أرك إيسان ربي سبحانه وتعالى وأرك ياي وكورقضاء عملك ندتك مؤمنين تأهاي معناه وحد وجهد مرنا عملك مؤمنك مرنا مخساري مرنا محلك سمي بل الله با أقبلي وأفر بنا يا يوم مضاعف وقدقة وأبرك يا قفر بضع عمل كيسة حد بصير وعمل كيسة يعني بورب وبركاني وحبرك هذا كارينا وإخلاصك هو إلهي درتي وقف حديبه أي مارة بركة هذا سكنتي ويا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار مثل كيسة دحادنا وكنوي تصاليه سدحاد يعني قف كان وحوبحنا يا حوله إيسا الله درتي وحوبحنا يا الله درادي أي حوله وديبيا لكن مركو بحيو وحو الراعيا وحقبه وعمل كيسا صدقه بريني أي الراعيا المن والأذى كمديا إنه أما يعني كوكال الذي استطفي يرادة إيساس من كوكالي إنه دباء كلمات قفكي ضر قيسة وكذب كذب جيو يوشي لم يضبوا السمايين كان مثل كيسو وكاسوية فلالا سألو جيداوية مركا مثل كالسمايين وحوية وحو ربي كذلك من وييلة ودع جوغو المير يرن له ومركا بارتي أيوسو بحضي مركي بارتاسي إني نركا ينتل الربينة دبين ودب ودتا انتو قلتي من نار ودتا اي قمتو امر كذلك بارتي سباب إيسي مركا وحاسكو مدر سمي دعري واسوق قف وينه انا تعبان كلي المي او يريره صغار اهنا ولي انا تعب كي يكسب انا هيري كريم حوله يطافي او فقر او ليمي حالك سوكلو لم نكون مركا دي صدق هذا المن والاذى الراعصه وتكذب الجيسو اما وحن عمل كذا بريئة كذب الجيسو نوع دونه هم نقضي نوع سوكله ما لنتي اقبب باحدة بطنه وقيامها أها بان وحبك في لينين ووح أجري يتواب الله كاسين أين انجلن ويا حيا لقف كان ويل لماذا مركو يهي أولاد يريرن أولي يهي آد بأقوب باهم بني يهي مارت وحو حلو إلمي أقوكس مارت كو إرزاقه أوسيستو آد بأقوب باهم وانا ويا وضاقين ويا مارك حال كيسو سلاس ولمي ليه أي ود مجعل يهي أحدكم إذنك متكين مجعلي هاي يعني مدون ياوي الود وحال الى لام الود وحال الى الحب للشيء مع تمني شيء او اجعش هاي اضو ولي بالتمني ايه مارة الرجب بدا كتبه اج شيء جعلاتها الى هذا ودي بس لا سالي الى هذا اي ود مجعلي هاي احدكم اذن كمدي اذن كمدي ان تكون اني احاط له احد كازي جنة اي بستان بير وين إنه يو أهاتو مجعليا بير تاسو من نخيل تمرأة وأعناب عنب تمر تاسي عنب كاسو تجري أي سعوتو من تحتها أي من تحت أشجارها جيدها فوستو ذا أي سعوان الأنهار ورياش أي سعوان وقل مارك يعني بير أن دي الآن هينينه دي الهدي وراب كذي هي ستوية
له قفقاتنا أوليها فيها بيرت تحليلة من كل الثمرات مركزت كل نجد حقودة أو نوع كهست نوع كهست أو مرها بحقودك كبحانا أي تحليلة دوتاي. لكن ثمراتي كلا لما مقعابي وحالا مقعابي أوكلية يعني النخيل والعناب النخل والعنب لبدا صالح شيقي مكو علماء وحيليهين ويعني وخص هذين بالذكر وحكلي له الله صار مقعيف له الله شيقي لشرفهما يعني إنا يكشرف بديهين بحي الوحيلين لأنهما من أنفس ما يكون في البستان خيالها بيراه وحلقوا أبو ارتكوه وقلنا في أبوه ناجبا أي كمده كأبوه ناجبا تمرتي عينك كمد أهوية فوعيده هذا آذي أترى بدنتها مركز هذا قلت با مقعيه هذا الله شاقي مريدي كلمة عنا لشيقين مقعيه هذا نوع كستقى مره إليهين أي بيرتاس أي كب حيا وأصابه وليب أوقفكي بيرت إسكالها أو أصيبي الكبر دا أي أصيبته وين أو أصيبي دا وين تعالوا قفوا أيال أويا وأصابه الكبر يعني الدأوي مارت كبر السن بأصيبي ويا وأصابه الكبر يعني وقف مارتي دأني سؤال أوي ناتيو أنا محكس بنكرين نوي وله أسلنا أوليه ذرية عرور أوليه عرور تاسو ضعفاء قوة تقدرنا يعني صغاره يريرا وأنا محكس بنكرين نوي لا قدرة لهم على كتب ما أولي كرامنا شقيستان وحكس بنا أصدقهم بيحكسوا بيا هرتاس أصدقوا وايلة المهن أي يريريهين بيرت عينب كاس يتمرتا يمرهك للدول أي كبه حيان بيبو استدحق القليان أو هيستو قد كين مجعله أركاس إنه هو هاتوية وكل كاس فأصابها بيرتي أو أصيبي إعصار يعني دبيشة تلولية اللي يرى هذا يأصيبتي إعصارك يعني واحد اللي يرى هذا مركي علماء التعريفين يعني الريح الشديدة الهبوب التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود يعني مارك الدبيشة مركي سعوت ساكرة له وريضته وعرض إيه مارك انتقى دقشنك سيدا هو ريضتي هذا نحن كأدو ديراته تاسا واحد اللي يرى هذا إعصارك تاسا اللوجي ذاوية مركب الصمالية التلولية لغير هذا كاسو كلا يعني مارت أو أصيبي فيه الدبيشة تحت يدنا وكسو بيهي نار الدب وكسو بيهي دب وضعته كل يد ما مركب أي يعني دب كاس دبيشي وضعته أي أصيبتنا فاحترقت أي قبتي بيرتي أو أي باب أبي أبر نفس المريك يدي وحي وطل أي بابين كفكين نوع عاسو كلا إني أو أحاطو مجعليهي وما يوي قفل ما جعله سنة درتي عمل كاكي صدق هذا هديئة وحبريه سنة المن والأذى أو كلاتة أتكلم الجيسة يعني بيرتها سنة دبكة أو بابيه بعمل كاكي يصدق هذا إنه يأجر يدو بابي إليه ساوية فاسع لوجه إذا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون سيد الإمام البخاري في سعيه وكورنا علي بن عباس رضي الله عنهما وحولي عمر بن الخطاب أي وحويري يعني عبد الله بن عباس وحولي قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وحويري يوما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا أصدق أصحاب النبي قال لحظ لي عمر وقت أمير المؤمنين كأها أي وحويري في من ترون هذه الآية نزلت يا أبو أركيسان آياتها إن الكسوة دكتية دو أركيسان فكرة دو أركيسان إن آياتها الكسوة دكتية مركز الصحابة وحير هذين يعني الله أعلم إذهن آياتها الأخرية أي يود أحدكم أن تكون له جنة أي أخرية الله أعلم إذهن عمر مركز الله أعلم إذهن هو حناخي هذا أبعره مركز حكيري قولوا نعلم أو لا نعلم إلهي إنه أغيها ودقناه لكن إذنك إنا أغتي إننا من أغين من نقانه إيوان نقانه إلى هذا لا بأس بتكوتها. مركي هذا الكائنات هي لهذين. أي عبد الله بن عباس هذا وحويري. في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. أنا نفسي دحبا كجرا وأنا دحبا ثلاث سنين. ويعني وكخجلا حرائنا الشيخ تبو كخجلا يا
مركاسو يري نفتي وحبا كجرو معنى بان قلبي كجرو وآيدا مركاسو عمر كويري يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك بحبو يري ولا لك إنك يسيو نفتا ما حقيرنا شاك وحق قلبي هذا كجرو لقو هذا مركاسو وحبا كويري عبد الله بن عباس باوحو يري ضربت مثلا لعمري آيدا تسأل بي سميسي عمل بين أسميسي بي مركاسو عمر وحبا أي عمري عمل كيس ليس وام حي أيضا عمل كيس صالها كبيتي وام حي مكاسو عبد الله بن عباس العريويري ضربت مثلا لعمل لعمل بني عمل أسميس عمر مركاسو هذا القوسي وذو حقيري وحي مثل أسميسي لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله يعني حليها تصالح أيضا ليس ميسي من غني أهو حول له وطاعد إلهي كشك عمل صلاة طاعد إلهي سمايه مكسو طاعي سمايه باشيطان إلهي كسوه دري سبحانه وتعالى شيطان كمكو كسوه دري باشيطان كوسواسيه مكسو طاعد كوريكي ومعاصي الليين معاصي بو سمايه إلى عمر كيسي أو بابه أو إبر أو كنغضه مكسو يعني نفقه دي وي تهي آيداني وتساليسا أشرس يقنوي لكن حديث كاسبحوة المامية هنا يبقى نفقه دي كعام سنتهي عمل خير كاستو طفق أوسميستو سو أوسمين أيو هدي عمل كخير كأها أو كتبه معسي أو كمدلا إنو عماشي يستي خير كأهي دي بربور يسو إبر نقون يسو أو بور أيو أيو مارتي أو قدري شريع مركة خير كاستو أو طفق أوسمين هدو الشركة دي مريو إيو معاتي خير كادي يعني ما ارتبه قرسين ياويا كذلك سباس اوكله اي كما بيّن يعني مثل ذلك البيان عدينت او رب سبحانه وتعالى او احكامتي سئي اوامرتي سئي نواهيدي سئي تمتاشئي تصالح او نعدي بو يبين الله الله عدين يا لكم انك اذين عدين يا دا مؤمنين تيتيين الايات ايضها انكم عدين اوامرتي سئي نواهيدي سئي يعني تصاليه وحل الامارة احكام تجدين كل ايات كيسة سلا اصبر ربي انكو بعدين محال انكو بعدين لعلكم تتفكرون لكي تتفكرون وتعتبرون هنا يعني عبرك هذا تان او ايات كفهمتان او اتكو عمل فشان درتين ايو ربي سبحانه وتعالى امتاش انكو بعدين تصاليه انكو بشيقاوية بك تصالي مركي لكينو يا وحققاتو فتك مؤمنين تابوا حترة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فتك أهل علمك أبا قرت آياتك وإلهي آياتك سوحقك في يمثلين في تصالة مارك وحتر تاويا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه أيضا أيضا نوري إنفاقي وحب حمتي بان كهب لنا وحين نوحد ديسا شيء قال لب حين أيوه وحقوية شيء قال لديب أيوه وحقوية هاي أي أيضا نوحد ديسا وحل ديب ياهي كان مارك الشيء قا واجب كأه وحديئة وحب حين يسئنا بيبترربا حولها رميكو ذو وسط كأه وقود حب حيه وناكسا إنا بيبتوى شيء واجب كأهوية حداد كمال ربطئي وشيقين الضميستر في درجة سرع أدرادين إيسانا شيق حولها هذا أبو قيمها بغل أيها الذي با بوقفك بحيا مركو أجل الزائد أرسني يعني كمال كمركو دون ينا وحاول إخراج العالي بالإلانة شيق أبو سرع حولها هذا إنه قفك بحصده سيدة صحابة بيين جرين حولها هذا الدم في سبيل الله يبحين جرين ساسي يين جرين وحويان شيء ممنوع أهل الربين إن لبحيه وشيء رديئة حن أيان لأقرين شيء حن والرديئة لما أقرأ إن ديفت ماركيسة ونوح أبعد ماركي حتى ليس الأرد هنا سيسو يعني تاسو كلبا لديد يا ريبا آية ساسي في الماميسة تفسير كالنوع عاسنا الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي أي تفسير كيساس ماركي كو إشاري هذا الكاسوية ماركي وحال ربا الشيء أذيك نفت هذا آدم قادتين شيء قاد نفت هذا آدم قادتين إلا إن ضروري دباسي حاجة إنكو كيسموه
سكر هذا كو قادتين تدك هاسيني وحنفت هذا أدو دي ليسو ولوك هاسيني تاسا اللو جيدا وحنفت هذا أدو قادن لحي ولوك هاسيني وتاس عيدو حكا عمليس يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله رسولك سر رميو أنفقوا بشيء من طيبات ما شيء وناديالك بشيء كيس الطيب كعه وناكسل ديبب الله لي سبحانه وتعالى من طيبات ما شيء كيس وناكسل كسبتم كسبتين وحاد شقيستين حراء عاددين وصوى كسبتين وشقيستين متكو ذو وناكسل ديبب أو بحية معناها وحلاج يدوى ذكبيوي ذكرة مركعة عديقة لقاسة والدونة ونكي عاملك على مساعيق اللي إلى هذا أكوي مادو وحهم أمكانية سوعني وحونا سن سي أو وحكا بحيب ويا ساسا للي من طيبات ما كسرتم وحكا ديبا ومما كي حكينا وحكا بحيب ومن طيبات ما شيء ونجيالكينا وحكا ديبا أخرجنا لكم إذنك عن دين صوصارني أخرجنا عن صوصارني لكم إذنك عن دين صوصارني من الأرض لك عن ذلك صوصارني مركا يعني وحوي مكه روح وحوي من طيبات ما كسبتم ووحي تجارة بيع البيع والشراء قفك وكسوة كسب ضيبة لوجينا ومارك عروض تجاري يوحي لنبكع هذا قليل ومما أخرجنا لكم من الأرضنا حبوب في ذلك كسوة بحي هي تمارتي هيا للربا ذكرها لينا بحكة دي تبع للرباوية لبغى أصدى لوجينا مركا الشيء وهو ناكسن قفك إنو بحيه أي الربا سيدا الله أولي لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون مما تحبون يعني حتى تنفقوا مما تحبون خير سما فلئي وناد مجا ريسان إلا أتكب حسان وحيدينك أجعشهين إلا أدوح كدينك ولذلك عبد الله بن عباس أيضا مركو فسيراه وحوليه أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه الله وحو فري بطلني بحيان مالك كنقو ناك بدل يعني أقوقي ما أطلني ديبان ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وحو الله كره يا بيت صدقني يديني كصدقيستان شيء آد أليته والدنيئ مالك كنقوه صيه وهو خبيثه بوليه من كل اللي تكنوا بحيانا والله قريب محايا لوحوا لي فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله وعلى طيب أول شيء طيب كأيه وناسنا وحنا حين ما أقبله ما كأنه وناقى الشيء في عم هو كذيبه أيال دوني ياويا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وحيات كسبتين كو لو وناكسن وحكذيبا ومما كي حقين وحكذيبا أخرجنا لكم عن الدين صوصارني من الأرض دول كان لك صوصارني وثمارتي يزروع لي حبوبتي وحي لمدكة أحكب بحية ولا تيمموا أوقس ديننا الخبيثة كي حماء الليتي بحنتي سأب بحسان أوقس ديننا وي يعني لا تحسد الرديء وي كالليتو من أموالكم كمدا أوقس ديننا منه إساق حقيسة تنفقون أدو حكا دي بيتان يعني أساق متك أدي بيتان وخبيثك أوقس ديننا وحد بحنا إساق متك خبيثك أوقس ديننا بالله ولا تيمموا أوقس ديننا الخبيث إخراج الخبيث أو إنفاق الخبيث كان ليتو أو حنك أو رديئة بحنتيس أوقس ديننا منه إساق حقيسة تنفقون أدو حكا بحنا إساق يعني أرنتا سمعيني نينوية خليك هكو قوني يلنين كليه بحنتا واحد كليه تكليه هكو قوني يلنين ولي بولستم إذنكو أنام أهين بآخذيه متك خبيث كاي أولي تاهي كو قاتا أنام أهين إلا أن تغمضوا فيه إلا أن تغمضوا أن تغمضوا إنا كإن بلابتان مويه فيه يعني ماركتي قادة شديدة في أخره هذا شرع قادنا إنسان إن أتكئن الله بإنسان تسامح سمعين إنسان مؤيد سكرة إنكو قادنا إنين فوقس ديننا أبو الله لي سبحانه وتعالى يعني تاسع لوجه إذا إلا أن تغمضوا فيه إلا أثمارك تي
يعني مثل ردي مقادة نيسان إلى كين الله بيسان أبو كين الله بيو مارت حوغا إسقاضون كقادة نيسلا سوكلا موي وحاسوكلا إذن كنا نفتينا إذن ساء أبلين فتك هسيني ننبو الله لي سبحانه وتعالى حيال فعلك أقمض وحل لهذا يعني أقمض فلان عن بعض حقه هيالي لهذا إذا غض بصره يعني هبل منك لهذا حقي سقار كميدة وكتقي هذا هو كأن دلابه وفراك قاتوية مرك إلا أن تتساهلوا فيه بلوجه إذا إلا إنا اسكفضوا بيساتان أو اسكت سامحلان قادة شذي يسموه شكرته إذنكو قادتين يعني نوع سلاس وكراسي اسمه الضكة هؤلاء قصدنين وعسينين نوية ولا تيمموا هؤلاء قصدنين الخبيث كيليتي فرقوا منه حوله تنفقون حديث كبحين إيسان هؤلاء قصدنين منه تنفقون حديث أدوح كبحين بيسان كليها كو خصمين أكو خصمين أكو قوليين لنا ولستم إذنا معهين بآخره كوقعت إذنا معهين يعني كي خبيث كالردي ليتي إذنك أذنين إلا أن تغمدوا إن كو إن ضلابي كإن ضلابي سان موي فيه أي في أخذه هذا شديسا ما جعلان إن قادته لكن دمت كو كلمة يسمرك سوكرة يدو قادتي نوع صدا سوكرة تتكى سينين نبو الله لي سبحانه وتعالى واعلموا أغادا أن الله أمله غني عليه ديقتون وعن خلقه أدوم ذي سكب ديقتون إنه إياه أغادا بو ربي لي سبحانه وتعالى وأن الغنية نفقاتك إن أمبهنا إلهي سبحانه وتعالى رديئة بحين إنسان إلهي أمبهنا وقد يغتون يا إيويا حميد عليه محموده الأمان إيوي وأمان هذا الإسكالي يعني حميد بمعنى محمود وفعيل بمعنى مفعول أي الإلهة ومحي يعني يجازي المحسن أفضل الجزاء أفضل محسن كاهي وناك سمي جزاءك الأبو وناك بغن أي ربك أبا المرياوي مركا وحميده الله مارتي أمان له أو مارتي شرف له ويان مركا إحسان كي سنة هذه التربية هاي مركا إذي ما بعنوين وحال رباسة قضى طيباتيني إنا وحكا ديبتان الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ذكا إنا يجدك إلهي وحكم بحياة وحكم ارتاجا وشيطان شيطان كنا ذلك وحكو عبسي جريا هذا حولها غام بحسو واتفقيري هذا ذلك قباها مالك وحلا منها بحن حيسو حارة أيوكو أمريا مالك شيطان كوعده سخلافة بان لي الشيطان شيطانك يعيدكم أي يخوفكم وإذن عبسي جريني الفقرة فقر وإذن كو عبسي جرينا يا يعني هذا حوالها رب حسو وفقير بوليه مركي وعدي أن هذا حكذب معنى الخوف كذبنا وإن كعب سجلنا يا ويا وهذا حوالها رب حسان وفقير يساب عبسك وقلنا يا ويأمركم وحو إذن فري بالفحشاء حالتي فاشا حميدنا وإذن فري يا ومركا يعني انت كنيوكو مكا أفسنا يا مركو كأمرئنا بنفقد كجوكستو الإنفاق في سبيل الله إن كجوك ستمركو كو أمره دبدين بها دروحو كو أمريا حالة داس فحشيقا وكو أمريا حالة داس فحشيقا أيو كو أمريا أيو معاصي إلهي ذنوبتي خلافك رب سبحانه وتعالى خالق هذه الخلافه أيو كو أمريا وحاييل وحاييل وكلي إلا انتيبا كو أطيعني وحبحين وكوير مركزة كو أطيعني صدق لي زكدي لقول عديد بكلية وفقير هذا بيبتو وأضمن عصي صدقني تطوعا هيد باب دي دي مكا وحا آسما يصف حتى نفع شغيبا كوسا على نانا يويا وحي حماء وضنب معاصر إلهي أيو كفر يوي والله الله يعيدكم وإذين بلنقادي إنو إذن سيو مغفرة ذنب داف إنو إذن سيو مغفرة إنو إذن سيو هذا مغفرة محل وجهة وأستر على عباده في الدنيا والآخرة لذنوبهم تتك أذنوب تود إلهي الدنيا آخر أولا فو أسره مغفرة وي وحو إذن كبو معركة مغفرة إذن كبو سينا يا. يعني وحو الله مغفرة إذن كبو سيني
فحشاق أو شيطانك إذن فرياهي الله مغفره إذن مارت إذن وجبوها ناشا أكن فحشك كأمره الله أنا إنه دنبداك وسمينا يذنونك وكو أسكري ربك هذا مارت توبني سكبه سنين أي ربك مارت يعني كوبا لنقاضي ياويا ساسويا مغفرة دافت أو منه الله حديثك آتي إيه وفضلا ليرات زيادة أو كسيه أي ربك كوبا لنقاضي فضلنا وحالي إلى هذا يعني وحال نوجه هذا إنه إلهي خلف السيئة خليف حوله بحشي إنه بدل كذا إلهي السيئة سبحانه وتعالى يعني مارت وما أنفقت من شيء فهو يخلفه إلهي إليه سبحانه وتعالى خليف إنه إذن سيئة خلف شيء بدل كالنبض إنه ربك السيئة أما أدونك كسيئة أما أو آخرك كسيئة لبراك أي ربك بلنقاذ ياوي والله يعدكم مرك وعدان وحال إذا أطلق في كلام العربي حديث وعد كريه لشيغه وحالو جيدا خيرك وقود دعا كريه لكن هذين لقيدوا سنة يأمرك يعلمارك يعدكم الفقر لله يعدكم الفقر إيه يعدكم مغفرة إيه ومارك كيد لو سمايه وحال إذا خيرك وقود دعي كلا شكا وقود دعاوي سنة آيات دعي تسميسه وعد إيه لبادك نعبوه دعي سمجد يعني فقري أو شرطي أهو كدعية مغفرتي فضلي أهو كدعية وعدي لأنه مقيد ويوالا حرين لكن هذه عن وحفظ الله حرين وحال إذا خيركم بلو أديك سدا معنى كلمية لنا يوية والله يعيدكم الشيطان الشيطان يعيدكم وحو إذن إذنكو عسق لنا الفقر فقري أيو إذنكو عسق لنا هذا حرين بحسان والفقير يسان بإذن أورن ويأمركم وحو إذن فري بالفحشاء حالة دي فرشة حميد ومعصر إلهي أيو إذن فريه والله ألم يعيدكم وحو إذن الله إذن بلنقاذي وإذن يبوهي مغفرة دافت ومنو حقي سكاهاتي لنرتي نوع إذن دافيا ويا وفضلا بدل بو إذن سين الديرات وحيات بحسين بدل كذا أيو رب إذن سين يا ويا والله ألم واسع أي غني أليه ديقتونوي أما واسع أي واسع الفضل فضل جسمه وين يحوي فضل جسمه واسع الله سبحانه وتعالى عليم أليه قبوي أو الله حقبيه بمن يستحق المضاعفة من العاملين ذكى مقيستي إن الله بلابو أجل جود الله بلابا ذكى مقيستي وقبيه وحقوقه عمن لا يستحق ذلك قفك عن أرنك مقيسرين أي ربك قوقا شبني يحوي مرك الله علم لهوي قفك إخلاصك إلهي درتي شيء مارت ونكس ناديبي يعني مغفرة إلهي فضل جيس رجوعك قبا أسرنا ينا وحول الله أجل سؤول الله بلابا ونؤقي إنه متيسي بينما كالكاله هو رب علم أولي هاي أسرنه سمتيسن وأقيا مكا حديث أولنا ابن أبي حاتم تلميذي أوصو ساري نساء سدوك الأوصو ساري ابن حبان في سعيحه وكدو ساري حديث عبد الله المسعود وحال إلى هذا وموقوف على ابن مسعود حق اللفظ كيسة حق اللفظ هو موقوف لكن حق حكم كيسة وحكم المرفوع لحديث كيسة محايا لي شيء يعني ما رتقفك ورأي كو أغانكرة كما هذن عبد الله المسعود شيء رأي لكو أغانكرة كما أوران هذن وشيء أصل حتى قياس سوق الكريمين ويان يعني إلا إن وحي لكو أغانكرة كاس أيو كهذن حديث كاس عبد الله المسعود مركة وحينيهن يعني لبس ما دولية سند كمرفوع كدجاجة وحق ولا درا سند كاس ولا نخدي سند أهم هي اللور رديا لكن سند كإن موقف عربنا مسعود إن لجدجاجة صحيح هوية سند كيس وسند صحيح هوية وحولية هي يعني مارت إن للشيطان للمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فيعاد بالشر وتكذيب فيعاد بالشك بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم أيضا سمرك أخري عبد الله سعود حوليه شيطانك وحوليه
وسواس. لمضة وحالي لهذا اللمة يعني الهمة والخطرة التي تقع في القلب لهذا وح قلب لهذا كسر ضعي لما لهذا قلب لهذا وحفي عنه ويكسر ضعان وح شره عنه ويكسر ضعان قلب لهذا مركة وحي شره صاق لهي شربان حجيب كتن وحي خير أهو قلب لهذا اللقاء فوق قلب لهذا كسر رحمنا مرأيك تحقي هذا كتن ساسه جيلة مركة وحي ليه يعني بني آدم كشيطان كوحو كليه قلبه وحو شيقه لما أخط وحو رده أي ليه ملك رسده كلا لما تنبو ليه لأنه قلبه إنسان كوحو رده أي ليه مكاسي رفع أما لما تشيطان شيطان كوسواس كيسو قلبه هو قليه فيعاد بالشر وتكذيب بالحق وشر له بلنقاضي هي معرفة حقه اللي بينيه ألغو بلنقاضه بين الوليه تاسو قلبي لشيطان كوغر ديام واما لما الملك ملك وحو قلبي كوغر ديام وحويان فيعاد بالخير وتصديق بالحق خير بكوب القاضية رمين تحققت رمين سبه مارتي قلبي هذا كل ديام مركز وحويري فمن وجد ذلك مدى ملك قف قلبي سكهلاه وخير كقلبي اللوغلية فليعلم انه من الله أرن كاسين وحق اللقيمي ومرقع ووسكوس وقري قلبك وحق وقرده إنه أغاذ بالرضا قلت فلي أحمد الله خيرك قلبك يسكو دعي حكم هذه الله سبحانه وتعالى ومن وجد الأخرى كي شيطان كان لنك قلبك كقشنا مركو شيطان كوساوسي وحهم هي تكذيب بالحق وحنا دمب يشر وقلبك قوغل ياهي وحوليه فليتعوذ من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ذا الإله كما قنقل الله إنك كما قنقل شبه الربا مركا وحن قلبي هذا وكسر له مركا عبد الله المصحيب وحو أخريي آيذان وأخريي تفسير كذو واسلا سوري الله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الله وصيا الحكمة حكمة وحسيا من يشاء واحد كودونه أو مخلوقي سكملا أيو الله حكمة سيا ومن أحد يؤتى لسيا الحكمة حكمة قفك لسيارة فقد أوتي قفك سواء لسيا خيرا خير أو كثيرا فربدا أي حق ألا لسيا قفك حكمة لسيا وما يذكر موانسمه إلا أولو الألباب ذكى عقلك ساخك أصحك مويه ذكر موانسمان الله سبحانه وتعالى سدى سولية يؤتي الحكمة من يشاء حكمة المركة محال لوجه إذا وقفك وضعنا إلهي أوسينا أيوه وقفك وضعنا ورب سينا ياهي محال لوجه إذا يعني عبد الله بن عباس مركو فسير أيوه وحولي ياهي حكمة وحال لوجه إذا المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره يعني حلاله وحرامه وأمثاله وحصد بلو جذاب أرمي قرآنك معرفته سأول قرته ترشد قرآنك معنيه سأول فهمه قفك أو قرته ناسخي سكي وحنسخي يكلا نسخيه وكلا يقانه متكي سمحكم قاهي اللصغي متكي متشابهة ومعنيه سأول رعاء لأقرين قفك قرن أيوه كيسة فرية يمد كيسة دنبايو قفك قرن ايوه حراشي سي حرام تيسة قفك يقانو مثل كيسة تساليس دك فهمية كواس دك انت قفك انت الهي قرنسيو ايا حكمة ليلة حكمة واتاسوية قفك كان حكيم ليلة هذاوية معناها عامك ايو حكوفة سري عبد الله امارة عبد الله بن عباس ايا كوفة سري ولما ذكر كميل وحيليهين وحال لوجه إذا حكمتني النبوة تبع لوجه إذا نبي نمال لوجه إذا نبي نمال لوجه إذا ووحو يؤتي الحكمة يؤتي النبي يعني النبوة الله حوصي من يشاء قفك ودونه نبي كدقاء يا رسول قفك النبي اللي قال لك هذا خير فربذن الله وأسيه وتاسويا معناها أصنع قلع كفص الرئيس قلع ويسكسوا قابين يا روحي ليهم العلم والفقه والقرآن هي الإله ذا قفك أو علمك اسلام كشرع الاسلام كقرتي فقهي فهمي دينتي فهمي قران كي قرن ايو كاسا ليرالا حكيما ليرالا حكمة وقاس ويا
لكن معاني داس وحولية هاي ابن كثير رحمه الله مركو كور رميه وحولية. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة. نبي نبي خاصكم ما هم بوليسين الجمهور تأكد تجين يعني ما رت إليه دين جمهور جمهور العلماء سلي قبان وحوية قولكم ما أهل نبي نبي وحولية بل هي أعم منها. نبي نبي ويكعم ستا حكمة وحا أصوات النائد باجلي الفقه في الدين أجلي ناسخي يوحي أصوات من منسوخي ما رت أمتاشي حراشي حرامتي فهمي قولي باجلي واسد أصولي. لكن وحولية هي وأعلاء النبوة حكمة وحا أبو سرية وحوي نبي نماذا أقوين بوليه ساسوليه. والرسالة أخص نبي نماذا وكسي قولين ما بلانتها الرسول نماذنا حيالي يعني رسول كستا يعني وحوجد النبي كستا الرسول معه رسول نماذا سي قولي أسوى مجد. لكن رسول كستا هو النبي رسول كستا النبي بو النقرة يسوى النبي وهذا الرسول يعني. لكن نبي كستا الرسول معه مرك وحوليه والرسالة أخص بأرنية وكسي قولي تهيب أرنية ويا مرك حكمة معناها أي ماركتين يي علماء كشيغان سلا ابن كثير أو عامك أقدقي إلا أقدقان الرباوية حيالي يعني ماركتي حديثك إمام البخاري وإمام مسلم أو ورنا في صحيحيه ما يكون ورنا وإمام أحمد بن حنبل في مسنده يكون ورنا نسائي بن ماجه نسونا يكون ورنا عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله المسعود يكون لنا وحوليه عبد الله المسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك ولحظة المقليب يري لا حسد إلا فتنتين حسد سيد لسكوحة استاهي مجره إلا الرشي ويان يعني حسد كله مجره زوال النعمة ذكيها له مجره إنه بس كان حسد نمو حال إلى ذا هذا الإله وحسيي إنه قتل ترئنا الجعلات هذه حالاتها حولي إلهي سي إني طافان وخبير أو نغضينا جعلاتي هذا علمي هاي علمي إنه كثر ترمحينا جعلاتي كاسا حسد كل إلهي. لكن هذا كان له مجيله حسد كان روحي كان علماء الغبطة الإلهي غبطه الصمالي وحد إلهي هذا كمشه وكان فيه الإلهي معنى هذا وحوي الله يو هبل وحاجز أن نأسي هبل وحيس الله وبركي لكن وحيس وكرنا أدنوي ديسته حسد لم يرهب حسدك وحال إلى نعمة الزوشة إلى هذا إلا إله كثر تنوحي سطافي إنا تلاهديد ويا مرك وحوه رسولك عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في سنتين لما الشيء بقفك لديه كرا وحو قفك إلهي السيئ الله يأي السيئة به كرت إلهي السيئة طرن كرتا لما هذا الشيء واكوه رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق من قف إلهي حوله السيئ ومرك حوله سي حق كلي قبحيه ذلك لا أنا قبحيني حولي سفات البانو أليك سنين يعني ما أرتي جدك إلهي كبحيه وحقه الرب شرع علي وقشه كليه كبيبي ما كاس أرتو قف حول إلهي سيه هذا الخير كبير أليك سنين إلهي وأن إسي سيه خيرك وقو أليك سنين وعطيه وعطيه كالتوالي أقول يا أيوية نتك الله بعد وحوي ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها قف إلهي حكمة سيه وما كحكمة لي يعني ما أرتي يعني وحبوك لحكمنا تكي بريه وحكمته علمه خيرك لا يؤسي أي بريه مالك حكمة عن محل شاهد كيجة وفقر الدم بحديث كوي ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها مالك حكمة أنا يتعي شيء عام ويستنى لنمان كريه أحين وقفك أبيه كرت إله يؤسي أدوي دي سنكرته أي حديث كاسو كتسين أياويا مالك ومن يؤتى الحكمة مالك حكمة عاما كبقني حبيب كاسو كتسيني ومن يؤتى قفك إلا سيئه الحكمة حكمة قفك إلا سيئه حكمة الشيء اللي إذا هذا قفك أو الله سيئه سبحانه وتعالى فقد أوتي قفك سوحا لسيئي يعني معرفي خيرا كثيرا خير آت فربدا أي رب سيئه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قفك حكيم كل إذا هذا فلان رجل حكيم هذا في هذا وحلوج إذا كان ذا حجة ولب وإصابة رأي يعني قف عقل إلهي سيد وراجح يعني مارتي رأيه سرم مركو هذا مصيب أخو أصيبه كاسو كلب حكيم ليد هذا وحقو أراد يسمرنا عن قفين أصيبه أي حكيم ليد هذا مارت حق اللغة كبير هذا ويا وما يتذكر موان سمو أو كموان سمو حكمة إلهي سبحانه وتعالى أوصيه
إلا أولو الألباب بكى عقلك أصحي عقلك صافي أصحبك أموي أولو الألباب يعني واحد مرجع لأصحاب العقول الصافية بكى عقلك صافي عليه بكى أموي بكى لكم أول سماوية يعني أيجا موعدة يوناجا كنت فعوي وأنا للوانين أيه هي ما مارتي تذكيرك أيجا أيام عقلي جودا ويرين أيه هذا كي لجوه هذا مارتي يعني أو يعني قلب جودي أورورين أيه مركز كل انتفاع عنويا سيد ابن كثير بقوليها وما ينتفع بالموعدة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطابة ومعنى الكلام يعني روحوا لي قفكركم انتفاعه وانا ذاتي إلا قف عقل إلهي أوسيي عقل قاسنا خطابك اللي قلها اللي كوي اللي كحب ذي هذا اللي قلها اللي معنيه سقاطي أو إلهي كانوا يحكروا حبكم ماركي كما هو يسمي يبولي موعدة تبكاس إلهي حكمة فيه قولوا الألباب كأ أيكو انتفاعويا وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم وحي آب بحسان أو من نفقة نفقاء وحبحنة نفقاء ناديتين وآران أهي شيء واجبة وشيء تطوع ديتين وما أنفقتم من نفقة أو أمسي نذرتم آن نذرتان شرط بيدها سوما نذر نذر بالي لهذا أو من نذر نذر يعني شرط كآب بشيء نذر كآب بشيء وتراضه لله علي كذا وكذا يعني إن حصلني ذلك إن حصلني كذا وكذا هذه وحى أنهره الله يقول لي وحى إنان بحيه حولها سنان ديبه ما رتي عبادة سنان سمية نذرك وكاوية أو نذرتم أماء نذرتان من نذر النذر آب نذرتان وحى الله وحى سميسا مكة نفقها آب بحين إيسا وما أنفقت من نفقة من نفقتنا لإروال نكري أو يعني من نذرنا لإروال نكري معنى هذا هو حلوج هذا نفق باسي نفق مقبولة وحقا بحين يسميك إلهي أو أخبريه إخلاص أضب حسي ها أعطو ماذا هذا الإخلاص أب حينينه هل قاش يبقى أضب حسي نهم نغطو ماذا يدون طبعا نغطو نذر كانت باطل أشي باطلة نذر فيها نغطو أما مد حقه جرعه شرعه دينه هم نغضيه وحلو وحي آن نذرتان لابد أبو كل عكرامة عبد حسان من ولاتني مدحن مد كدونه هم نغضيه فإن الله ألي يعلمه وأقيهي ورب سبحانه وتعالى علم بأوليها وأقيهي ويا مركة فإن الله يعلمه وحكجره وعد ووعيد نيدان علمه وعد وكجره بلنقاد وكجره وناجة وكجره وعيد أو تحديد يقود وحل إلى هذا وهو كجره قوامح قفك إلهي الدرس وحوديه الابتغاء مرضات الله وحسنه نذر كيسا نذر الطاعة أو النقضة طاعة أو النقضة نذر كيسا فإن الله يعلمه الله هو أبيهيه وكأبا المرين جزيه سوسيني قدونك وكسيني آخر وكسيني لبضبع ووعد سماه وبلنقاده قفك صدقة بحيه أو أن أبحيه إخلاص أن أبحيه رياء الناس أبحيه هل قال شيء أبيه أما ما أرسل تلك يوحي أن تسوى حد لأن المن والأذى أبحيه وإلى عدلك أن أبحيه نذر كيسان النذر معصية أو نقضى كاسنا فإن الله يعلمه الله هو أبيه وأن أعقاب ياوي إما في الدنيا وإما في الآخرة أما أدونك أبعقاب أما آخر أبعقاب فإن الله يعلمه وناكنا وكجراء وعدي تهديدنا وكجراء وعيدك أهوية لماذا رب وأقيا سبحانه وتعالى يعرساس رب لي وما للظالمين ظالمين في أمسقنان من أنصار هو أقرقار وإلهي الله عليك زكبت بادية ما إلى هوية فكا ظالمين وحناصره مرك إلهي عليك سعوقي وقرقاري كرو مجره لأن نفقدوا لي إلهي جدكيس أمعينا بحنين نذر كوني نذر معصية ونقضي أما الشرك بو نقضي مالك إلهي ظالم وي قف كان إلهي قد قدر جارك رتاه مجرد وي إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ولي نفقدي انفاق الانفاق في سبيل الله كجرنا صدق هذا مركز لبحينا ايو قاك هدن الله بحينا ايو هو ربي نوشي لبقى بواقوه فرانته ان صدق هذا مركز بحينا يسمو جيسو قلبي قاد الرياء ردوس كجرنوي انا صدق هذا او بحيسو تنكو قارك يا بيتو ايو انا قرصته لبقى بواقوه بنانته مرك علماء وحي إلى هذان لبش شيء وإظهارين كرتاه لبش شيء بس صدق الله ولا موجين كره وهذا موجس واحد بوك إيمانة يمره صدق الله نؤديه زهدي أي ذكري تاع أو فرض يعني شيء واجب قوي يعني صدقك أينا لهوته من بريت الأرن والهبل حوله زكما زكي عن لبو أرنين قوته ما حيث إيمان إما ظاهر صعود موجسا وادلها markaas oo kala ku banaanta si tuhmada aad dadku uga fogeyso oo nin zakariis la baxa aad tahay way ku banaanta marka labaad ay ku banaantahay sadaqada marka rabto dadkaas inay kugu daydaan sadaqadaana diibayso qofka miskiinka aad u kaalmayn in dadkii marka ay kugu daydaan aad doonayso khayrka lagaaga daydana inaad iclaaniso oo u dhiibto miskiinkii sida inta u siiso ummadi kaaga dayato ta khayr baad farsayday ayadana waa lagu ogol yahay labadaas waa laba ku banaan way إظهار إظهارين تيري موجود تيري إنا تقري سنة ويبكسي في عمتها كل يدوى كأمارتها هذين التهمة ماشي جرين موجودة إنا قرصت أوضو هذا سركة ديك سنة آدي آد أي أقيمة بدانتها هوية تاسو مركة الله كامل إن تبدو هذي آد موجسان الصدقات صدقات في هذي آد موجسان وبنانك ديك سنة ومضي إذن أركتو فنعم ما أي فنعم ما شيء بالنعمة يا شيء هي أي إظهار الصدقات صدقات موجنت يظل موجيا أي النعمة يا رتويا هذا النعمة مرك فنعم ماذا فنعم يا ما به فنعم يا ما مرك الله بدي نيمة بس كل شيء هذا نيمة لقديه فنعم ما شيء بالنعمة يا شيء هي إظهار كبا مارت النعمة يا شيء ويا موجنتي وصدقنا لموجيا أي أدو ونكسناتون محيالي وحيالي لأنه يرفع التهمة تهمني أي قريرا وقف كاني يعني مارك الزكري مضحيه ومضيك أرن ما يسويا يعني سلا سالليه فنعم ماهي وإن تخفوها صدقني هديئة قريسان وصرك بقسان وتؤتوها صدقني آتيسان الفقراء ذلك فقراء هاي باهنا السيسان وذلك اسكرع مساكين تهاي وابهناي فهو أي الإخفاء قرنتي أو قريسان وصرت كبكتين خير من خير بدنوي لكم إذنكم إذن خير بدنيا محو إذنك ذي خير بدنيا من الإظهار موجنت آت موجسان الضناك سوالكتين قرنتان آت قريسان أياك خير بدنوي تاس أياك خير بدنوي فهو خير لكم من أن تعلنوها إلى بنانك صادقتان إلى قريسان أي صدقات كذلك في عمك أيويا ما كانت صدقية سنة يسو صدقات هذه نسل كبيرته وأني ربك أسمع أغاتان باب أفضل البدن ولذلك ابن كثير حولي أيضا ما كهب لي فيه دلالة على أن إصرار الصدقة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها وحدلين ذا كجر بوليا صدقنا الله سريستاني إن كفض لبضان تاعي صدقنا الله ظاهريا محايا لسورت وامعي لأنه أبعد من الرياء استطسك أيضا كفق ويكفق تاعي مارتي صدقنا لستطس من نقونا يسويا مكاسف كرري إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة إن أرين كرت متوكتلته أرين راجع مصلحة راجعة إن كذا لنا يسموه وامح مصلحة الراجعة من اقتداء الناس به بدكم إن يخبط ضيدان وصدقاني كاقب ضيدان ذرتي ومصلحة الراجعة سلاسة قلبه لي مكا فيكون أفضل من هذه الحيثية مكا تنعى هكا حيثية الله في ريو مكا إظهارك أفضل بدنه النقونة يا موجنتي هذه أدوني صدق إن خير كاقب ضيدان لأنه مصلحة عظيمة وين وين مركز صدقة أول قرية وخير بدن تهيوية هذا كخير بدن إلا ظاهريو وحالة الصينيو
حديث في بخاري مسلم بقصه جماعة صحيح صحيح يعني صحيحانك بقصه جماعة أبو هريرة النبي كورنا عليه الصلاة والسلام نبي نمرك وحويل عليه الصلاة والسلام سبعة يذلكم الله يوم القيامة سبعة يذلكم الله في ذلي يوم القيامة يوم لا ذل إلا ذله ما لنت حر أو سنجر إلا ذل عرشه مريه أو وحر أي سنجر أي ما لنت تضرب النوع وخلق الكاملة حرك إلهي سبحانه وتعالى أي هري سريا مركب الرحل هوس أي كوكا قتماته أو يكون سودواته أو ذلك كذا أو قرنا يذنوب كذا هذا ماشي وجوكو قاري ما لنت تكافي ما أركا يدباته حركاس الله أيها السنة ينوي فطبدا نعمك وحكم لها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني حكم لها من قف من ما كودون عنه قف صدق يستي صدق ولما صدق لها أذكري إلى أيسا أغان جعلت سبيل إلهي وحملت أي بحنس لأن ملكة تحكو لي بيسا مركو صدق يستنس يعني حتى بالإحلال لا تقرسه ما بعكرته يعني بالإحلال هذا وملكة بحنسه ملكة بحنسه بالإحلال وأكثر لأن جلك هذه الكميكة لكن وحا لا يجب أن أسده وقفك وقصر يسمعه وقصر قرنه يعني للغاية قفل الكذا جلك هذه القرقة من لا تقرسه هنا تقر في سبع رمان صدقات وصدقات الرياقة استطلس كل كفك قفك أنه سسر وبحثه لدون يوهيا مركا يعني سلاس ربي لي ان تبدو الصدقات فالنعمة هي ومد نعمله وإظهار كنا موجساي وشيء ونكسر ويان بلوجيه وان تخفوها هذه أبقرسان صدقاتي وتؤتوها آتيسان الفقراء تكل فقراء هاي بعنا فهو قرين كان أبقرسان بخير خير بدن لكم إذنك إذن خير بدن محيري كي خير بدن تاي موجنت هذا موجن إسان بك خير بدن تاي ويكفروا الله دافيا عنكم حقي نوفئذين دافي من سيئاتكم ذنوب تيني بوحيدنك دافيا محيدكم دافي بقدر صدقاتكم هم صدقات هذا انت ايتاي خلاص كان انتو ياي بربي يقول سبحانه وتعالى ذنوب تابكم دافا ويا ايالكم قدين ويا والله ألي خبير أليه ققوي بما تعملون وحا سمين إيسان وحا عمل صلى إيسان لا إيمان إيسان سمين إيسان الله وأقيا لا يخفى عليه من ذلك شيء وحكر سوى الإلهي منجل سبحانه وتعالى وسيجزيكم عليه وورا إذن كعب المرنة يا الله سبحانه وتعالى ويا شيء قاس آخر ميستين وإلهي ترتي أدو رب حبي أما موجسو أما كرسو الله وكعب المرنة جزيه الأدوك يا آخر الله وضب وفيه لويا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أيضا فهبت يكسر الدكتين سيدا ابن أبي حاتم وورنا أيه عن ابن عباس رضي الله عنه سببت كسر الدكتين وحوليه يعني سنة كي سنة سنة ابن أبي حاتم منه يعني الشيخ أحمد محمد شاكر وحوليه هو سنة كي سوى سنة صحيحة والتسعيشين أيه وحوليه يعني عبد الله بن عباس أي النبي كورنا عليه الصلاة والسلام وحوير النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام نبي حفر جري أصحاب سوء أمر جري إنا ننبك عد نوح لقصدق إلا قف مسلما موية أفك له قال إنا نحضر للصينين أي النبي أمر جري يعني مسلمين تحضي جري هذا صدق بحنا إسان مسلمين تدسي قال لي على صينين بودي جري حتى نزلت هذه الآية إلى آية ذلك يكسر دكتور مركز على ليه النبي عليه الصلاة والسلام عليك حنون كل شقاك مليد حنون كل سواح شقاها في كل هذا ملع هداية إله بأسكالها عليك وح قارسينا الليلة دقينا حق قارسيسه صدقنا يعني إلهي درتها دعو بحثته قال كوات صدق يسن كرتا مسلم كسلا أبو صدق يسن يسو يعني حد الواكار درتي وانا باعي هاي وحوم مسلين يواكار لقى مرة هدو باعي هاي وقرقار قال بها هذا سي سلا سال رما هيبا مركز نريد يعني الوعى لنا يا أبو ريا هذا الكاس أويري أيه كسوة تكتبه أرن ليس عليك هذه الدرس هذا ما أهنه محمد هداهم قال لنا هنوم كودة إسلام نمدي أي قاتان هذه الدرس هذا ما هداينا وحنوجه هذا وهداية التوفيق لهذا
وافجنت ايمانك لو وافجيوي ما هدايتي او هدايه الدلاله هدايه الدلاله من الواليه انه ذكر حقه وعبديه او موجيه هدايه الالهه بحي الاله وارنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم وذل التصل لم يكن هنونيا ويعروح للدلاله والبيان الى هدايه وعبدينه لكن هدايه لو ديدي ولا انفنيو قول لي ليس عليك هداهم وهدايه التوفيق وامد اليرك مركو كدلاله كدلاله ليري انك لا تهدي من احببت قفك جعلها تمهر ومنك التاريخ قلب الايمان وما جرينك تدلي يا هدايه صامد النبي قال له ديدي ليس عليك هذه الدش هذا معها يعني هداهم هنون كود اي هنونان هذه الدش هذا معها ان اي امر كذا قاتل نهي قاتل اقبلا إيمانك قلبي اللو قليو شغلكم إذا تسمارك شغل هذا معه ولكنك الله الله با يهدي هنونيو من يشاء واحد كدونه هنونية هداية هداية التوفيق إله فأسكرت وبيد الله سبحانه وتعالى قفوا أقر تبون هداية ذاتية لكن أذيك وحوي إنما عليك البلاغ وحط الناس على الخير تقينا خيرك وشركتو أو شركت أذو قدكتو وحق أجر سيسو هم بعدين تشهد أهوية لكن لا تبقى إداية القلب وجلسة وحشقه كل هذا لما أركوية ما فقد يبقى الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا لا توحي أدبيتا أو من خير مال خير هذا مال لوجيرة من خير أي من مال سيد عبد الله بن عباس وكوفة سرايو الخير المال بأرنايا خير مال لوجيرة وما تنفقوا وحي أدبيتا ومن خير مال أحوراءه الديتان فلأنفسكم نفتي ما يؤسقنا وإسكرعويا يعني محال وجد فلأنفسكم إذنك أياكو انتفاع ما لنت قياما إذنك واحد انتري وحدوك كهر مرسلته ما لنت قياما تيلي سوى مجيد ما لنت قياما ربك سينا يا سبحانه وتعالى ويا سوى الله بليه من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء فعليها فكوا ولا السماء أسقون بأرفع على سماء شرط أسقون بيدري تيو كلاتويا مكا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم نفتينا أي أي مارت أسقنا فيو اسكلوا اتكلوا كون انتفاعي سنجرتي لنكم ما كون انتفاعي وما تنفقون ما ذري والنافيو نفيانا وبمعنى النهي نفيانا وبمعنى النهي وما تنفقون يعني مبشنا إيسان بمعنى حديث نووي وبمعنى نحي وما تنفقون مبير إيسان هذا مؤمنين تيتين إلا ابتغاء وجه الله وجه الله طلب كيسي دونيس تيسموه وحكى الوحبو مبير إيسان بمعنى لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله حب حنين أو حولي هديبنين لا تنفقوا أموالكم حولي إن حب حنين إلا إن إلهي وجهي ساب ضل بيسان مويه يعني وحكرها قدي لننو مركوا والنفي أو بمعنى النهي اللوجي ذا ثلاثة وكروية يعني حولي إن وكب حين إيسان إلهي برتكو بحيه لكن ريائي حلقاش هدئي حلقوا أمانه أو بحيننا سيد حسن البصر وقوف السريو وحودي يجري حسن البصر مركوا آيات فسريو وحودي يجري نفقة المؤمن لنفسه يعني ومن دهرته وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وجيدا طفك مؤمن كاوحه بحير نفتي سأسكلمون ولا ينفق المؤمن إذا أنفق طفك مؤمن كهدو حديبا يمديبه إلا ابتغاء وجه الله إلهي وجهي سدونيستي سموه وحكى لي الرباح إلهي موه وحكى له أودوني يهي مجرتبه أرمي ولذلك عطاء الخراساني يسألنا مركم فسره وحوليها يعني مرك النبي قال له ديدي يقول له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يعني أرنك سحوليه يعني وحلو جيدا إذا أعطيت لوجه الله هذا إله ترتي أذي وحبيبته فلا عليك ما كان عمله قف كان هذا وحكو صدق يسان إيسا وح أذي عملك أسمين يدوش كاسارا معه أما قال فنغضو أبو منافق فنغضو في أذي ومقف باهم مارتي حيال كل كبد رطب صدقت بارك السوق ينصدق على الربعين الديسين ولا فينا ياويا مرك معناها أي عطاء الخراساني سجن وكفة سر ياويا وما تنفقوا وشيء بيرتان ومن خير خير أمه ومال يعني حوله بعد تامة يوفى إليكم يوفى والذين أوفينيو أجل هي سابدين بما يسترسوا كاملة لإذن سيني
إليكم إذنك وحي يعني لأنه كما نسقى منها وحل وحي أذيبتان فواتي سياجك في سيو كامل ومضاعف وليد الله الله بلابي أيات هليسان مكا خير كان هذا صدقة كليم حواليه كليم علماتك ما فسريا وحيليهم الخير وحال إلى هذا هو كل ما يصدق عليه اسم الخير كائما ما كان وعلى وحي مدى خير كل عكرادا كلمة طيب كان خير موجودا يعني صدقة حوالها أبيت وخير أفك أدمار الشفاعة والسميسة وخير وعلى وحي خير إذن السميسة يوفى إليكم مالك كليه كل عماية إليه خير كان كم بك مالك وما تنفق وحي آب بحسان أو من خير وناك 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 سميسة يوفى إليكم وعلى إذن كما يستريو أسوه كاملة لإذن أوفين يا لإذن سينو وأنتم إذنكنا إذنك وليبا لا تظلمون عن لإذن ظلمين معنى أن لإذن كنوا سقامين حقي مي حسنات كنا لإذن كنوا سقامين سيدة أنا سيئات كنا زيادة لإذن كقدرين لأن الظلم هو حكملا ظلم هو حنقون كرو قف كان خير بوليم خير كي أوليم ثوابتي أوهل لها إلا جنوا سقاميو خير كي أوليم ثوابتي إلا جنوا سقاميو وظلمه وكذلك شرط بوليم شرط أوليم وحكا الزائد إن دوش لغتي سارنا وظلم أول لكن إله سبحانه وتعالى وما الله يريد ظلم للعالمين أدوما ديس إلهي مرنا ما ظلميه وما ربك بظلام للعليم أدوما ديس إلهي ما ظلميه مرك وأنتم لا تظلمون إذن كل إذن ظلمين إن الحقين الذي سينا أيوما أردتي إذن أوفنا يا وحين إذن بما يسترين يا وحين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء مركا أيضا وأنتم لا تظلمون يعني ذاتك صدقة يعني أفكر عبد حين يسوع هذا أيضا يكاها شيء أما ما أرتع عاصي هالنقضه أما هفعنا ذي أبقى صدقة هذا حد أن يدى ذي كحرمته وحانا تصينا حديث البخاري مسلم كسبا حديث أبي هريرة رضي الله عنه نبي أن عليه الصلاة والسلام حبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بو كشكي قال رجل من بو حويري لا تصدقن الليلة عاو وحا صدقي سنة يا ابني صدقا لبحيا لا تصدقن الليلة بصدقة صدقا لبحيا ابو يرعاو مكاسو فخرج فوضعها في يد زانية وطلي صدقا يبوحوناك زانية ايوك عمتك ساري اوسي مكاسو فأصبح الناس يتحدثون صدح مركي مارف اللقاري ذاتك با وحي كشه كيستين تصدق على زانية ناك زانية ذا حالة وحلو صدقه يستبيس لو تعمره مركو اغاني ان اساق ناك صدقه بيسي ناك زانية ذا ايقاذتي ايو يري اللهم لك الحمد على زانية صدقه ان ناك زانية ذا كصدقه يستي الله يؤلاء ما هنكله مركاسو كل عريو يري لأسا صدقنا الليلة بصدقه هذا يعني مر لبات بو يري وصدقه يستاني صدقه اللبحي هذا عاو ومر لبات بو مركاسو مركو سيدا يري فخرج فوضعها في يد غني من غني اهو انا بحرقوا بانين اي صدقة يسيه وقعان تقولين مركاسو يدكي وحكو شاكيستين تصدق الليلة على غني من غني اهو يا حالي وحلقو صدقة يستي بيدهن تعساس يلا هذا مركاسو وركي مركو قاريب وحويري اللهم لك الحمد على غني صدقة انك غني وحكو صدقة يستي الله ايو هذا ما هتكون احبوي لا تصدقن الليلة بصدقة هذا نمرس بحاب بيري عاونا صدقة عن لبح يا بيري مركاسه فخرج فوضعها في يد سارق متوقها أيها لين كينا كل صدقة يستي توق بس صدقة يسو قعدت القريب فأصبح الناس يتحدثون تذكي وحين نقضان إلى كشة كيسانيان أرانيان تصدق الليلة على سارق عاوة سارق ما توق بوح لبو صدقة يستي بيدك يراد سني يقرب وحويري اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق أراه يصدح ذبا يعني ما أردت يصدح ذبا وما أردت يصدق قد يكون صدق يستي أراه ما حد كله أبو يري مركا سننك وحلو يري أما صدقتك فقد قبلت صدق ذا والا أقبلي ومقبوله الآن إني حسن وعقدي زاني إني حسن وكسي يعني سارقي غني ميض ونكسر وقدي صدق ذا والا أقبلي أما الزانية ناقت الزانية ده هذا حكو صدق يستي فلعلها أن تستعف بها عن زناها حولها تستمر كي هشو إلا بزنا دي أي جركة ده جلن يسي كذا دور ستبع بالأركة ويكجوك ستو وفائلة ونقطة
سلاسة لوير. ولعل الغنية يعتبر فينفق بما أعطاه الله كان غنيقا أو عن مركب الحوليس دي بجلم مركا حوالا هذا قصة قيستي إنه كل عبرك هاتير هذا ورما عليك وغنية حلوسية مركا أسجن الحوليسي تلك مساكين تأي ضعفة واحترق أيها الأركاب. ولعل السارقة أن يستغف بها عن سارقتي عن سارقتي توجن إنه توجن ملك جهر مرد حوراها إلي إنه توجن توجن ملك جهر أيها الأركاء مركا صدق هذا يعني عليه إخلاص ولا إيمان نيد ولا إيمان إخلاص كاس وقو أنفع ياويا للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف للفقراء للفقراء اللي عرب بدني شيئا لكن حنكذب إن جار مجر كاس خبر مقدمة يعني خبر وحن جيدا ومتديسي مقدر يا محذوف يا ويلي او حلنا انفاقكم بحنتينا حولها اديتين للفقراء ذلك الفقراء هاي باهنا اي اسقنا لي الذين فقراء احصروا لحبسي في سبيل الله الا جكيس لو حبسي يعني او انا ما لو دقائق انه كسب تجاره من الراسنين كواسو لا يستطيعون أن أبواني كرين ضربا صعب يتجد إيه السفر في الأرض من كل حديث لغو السفر أن أبواني كرين تتكاس بس دخل إسكال هايدا المركب حليهم وحويه يعني ذات كان فقراء يعني سبب فقرهم إلهي مؤنى شيء هل كان هايدا سبب فقرك كانت مؤنى شيء لكن في سورة الحشر أي رب كشي غيو فقراء لشي غيو وحورها لصين ياي مهاجرين تي إنيهين إني قريوغو دي ماركو دي إني كبسو تغان إلهي دين تي سينا أقرقاران رسول فينا أقرقاران عليه الصلاة والسلام أي مكة أبسو تغان مدينة أين وحبك أقولين بإيمادين مارتس إسلامك قصب ما آدانو جهاد في سبيل الله متاقين نفتو لين أقحيان الربع تذكى نوع عاصو كريتاء أي صدق الله لصين ياي محايا لإلهي مارتين في سورة الحشر وحكوليه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الله يرسولك سنة أقرقارا يجهد في سبيل الله أصبحان ما كسب في تجارة ما بآذانه وحكم أشكل سيئين جهد في سبيل الله دعوة نسلين في ذلك أشكل سيئين بكى أياتك الذين الفقراء أحصروا لحب سيئ في سبيل الله يعني الله جدك يسأل لتكون كلمة الله العليا أي أبقى لمانه جهاد في سبيل الله أي نفتو ذي أي وحب السين ويا نفتو ذي بطاعة إله وحب السين وجهاده كمديهي لا يستطيعون أن الأول كرين مركة ضربا الضرب هذا حلو جدا المشي بالي هذا ويعني صعب ضنك اللغوص على ما السفر بضرب يلي هذا فرانك الضرب هو استعماله يعني وحلو جدا ذهابا في الأرض لاكتساب وتجارة هنا يدلك صعبان وكسفران كسب يتجارة وآذان أنا الأول كرين أنه جهاتك كجر قرأك إن بنا ضربك سفر كاسا اللوجي إذا وإذا ضربتم في الأرض الله محولي فليس عليكم جراح أن تقصروا من الصلاة سمع هذا سفرتان باللوجي إذا الله ليه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مرك ضربك بمعنى السفر والمشي على الأرض باللوجي إذا سعوش الأرض كأو سعود مرك لا يستطيعون ضرب السفر عن الأول كرين في الأرض كأو سعود يحسبهم وحكم لين الجاهل بحالهم وي قف الجاهل ما كان حالك ولك الجاهل كأوية دم توريه أنا انكرنين يأرنك الآن وحقوهين وحكم لين يا أغنياء لمن مارت حول له وأغنياء وأرقوهم لين يا وي سلع أي تركض نبي السنية سلع أي سؤاشة تدك أغلى حنيا إيسا تدك حبقوا يدينين أغنية من الوديهين ويا فتنادينا أي الله ملينا من التعفف من أجل التعفف نور سشد الدرتي وسؤاشة أي سكئل عليان أي مارت وحال الله ملينا ضرب باهنين وحول لك أي الله ملينا يا ويا وارضت باهن الفقراء وحبه سنين مركاسو الله حليه تعريفهم واتقرني أيها المخاطب كان لله الضيوم بسيماهم على مدى ذلك أقرانيسا على مدى إليهم أياك أقراني يعني وحا لو جيدا بما يظهر لكل الألباب من صفاته وكعقل لها أقراني حا
محايل نمكن إني سشقيسا دلكوا لإكسو تجين مهاجرين أيهين قفك عاقلك وقرن كرا وفهم ياويا مركا هاسي كفهميان مركا وأرنت اللي إلى هذا يعني ما أردتي واحد إلى فراسة ذو فراسة المؤمن أي اللي إلى هذا قفك وحقوق قرطل سيدا مثلا ترميلي أولنا أيو ما أردتي ابن جرير الطبري ما أردتي محال إلى هذا ابن أبي حاتم أي ورنا أيان عن حديث أبي سعيد وحولي الذي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله يعني قفك فراسة المؤمن كأولي وترينك إيا قرشة دير إيا بلوجي ده فراسة التاسع ليلة مكة قفك مؤمن كاه يا صاحب العقل قد كان إبا قيسل وفهم كرا إبا قدن ما أرثي حيث فق مكة سكوصة قيسل يحسين يوي لا يسألون الناس قد كما سؤالان إلحافا أي إلحاحا كوع العلين هي كوع أدكين وما سؤالان وياه تبقى كوع العليا سؤاشا يعني ما رأتي الحاف تاسا ليلة هذا الحاف بمعنى الحاحة ليلة هذا ومصدر في موضع الحال وهي مكاسو كله لا يسألون الناس حال كونهم منحتين وي يعني مصدر حالة عي وياه تاسا ليلة هذا أيوة منحتين وتبقى كوع الحاحين وكوع العلين تبقى صاحوا موي ديستان وياه شبك إلى هذا موي ديستان ولذلك وحي علماء الإيرادان يعني ماركتي من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحق في المسألة بيتها قفك أصلا وحكو ثلان حيستو تكو حويديستو وإلحاف سميه بيلان وإلحاف إلحاف ويكوع العلنتي وكالي لم يتاوي مركا يعني دفك ضعفة المساكين توحبه تاري كريم أي صدق هذا إسكالي حديثي أبو هريرة وبخاري مسلم بقصدنا رسولك وحوليه عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قفك مسكين كهولي يقول دفك صعباه ورصدوه هل تمرها الدين الرسيئي لقمتها دوه إليه قلت لنتهي مسكين كان لم يرانه ولكن المسكين مسكين كواكي الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا قفك مسكين وحالي لهذا وحكو فلن أنا هيسنين دكنا أين قرني ننسي أي وحبو صدق يستار أرن دكنا وحبو ويديسا لكن دكنا أولو الألباب كبثامي كرويا سؤال شمركا وقفك إنه وحو ويديستو وحوية سلامكو انت بدل سؤال شا علي هدو حلو ويديستسيه وإن جاء على فرس وفرس وتدوك ويمادو أما حوق وين أو عماركي يعني شقيسا كردو حكو ويديستو ور حق على الله هي مش قيستها أرني سي وأما سائل فلا تنهر إلى سبا سوليه وحتى هذا إنه وحبي تبع الجارب أما قفك وحوي دي سنة وحويان يعني حديث ابن أبي الشيبة ورنا أبو بخاري مسلم النسائي كل ورنا يا حديث ابن عمر نبي وحوليه لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم يعني قفك إنه ودك وحويدي سري كما زولي مسكين إنه ودك سؤالني كما زولي إلى قيامة عمرك وتقول أيضا وجه بيس أديرين إلهي أهور استاغو جنب كتنا لقاء الله فأصيبه هو إلهي سأهور استاغو مركو حال ربا سؤال شقفك إنتو كنت أفتر من كرو سؤال الناس إنه كل يحضر أو شقي استبع الربا لأن حديث كوادوكتين يعني بخاري مسلمي غيرهم ورنا يا حديث أبي هريرة نبي وحويري لأن يحتطب أحدكم حزمة على ذهره خير له من أن يسأل الناس من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه يعني إنه قفكو حرماء مارتي قرياء انتو صغرته وطبرك قصه قاطه وسوق انتجه استعوقته يا وحي كذا خير بذنتي إنه ذكو سؤاله وقعنته وهوسبته ومارك أمن له ديدة عمل لسيه لك سؤال شوى وحنوي ذك إنه تكافت أمام بالرباء إنه قفكو شقيستان لدوني يومي لا يسألون الناس الحافة وما تنفق وحي أب بحسان أو من خير خير فإن الله أعلم عليم ومتبقوي به شيء أب بحسان علم بقوقي ليه وعليك أبا المرني هذه نيدي نصالحة أيوية والله سبحانه وتعالى أعلم.